احمد حسن وزينب الجدل الايام اللي فاتت على السوشيال ميديا، وكانت قصتهم ترند بعد ما الكل كان بيبحث عن التفاصيل. احمد وزينب المره دي اثاروا غضب الناس بسبب انتشار فيديو ليهم اعتبروه اهل السوشيال ميديا انه جريمه في حق بنتهم الصغيره، بعد ما قرروا ان هم يصوروا فيديو يخضوا فيه بنتهم ويرعبوها، وفعلا الطفله انهارت من الرعب. الناس على مواقع التواصل الاجتماعي كان ليهم اراء كتيره مختلفه، اهمها ان مش عشان نحصل على دخل مادي نستخدم الأطفال بالشكل ده وممكن يسببوا لهم عقدة تستمر معهم مدى الحياة. وناس قالت إن إحنا مش عايزين نعلم ولادنا سلوكيات خطأ، وبنتمنى تكون السوشيال ميديا دايما مصدر للتصرفات والمواقف الإيجابية وكمان الملهمة، خصوصا لو من مشاهير السوشيال ميديا اللي بيبقى عندهم ملايين جدا، ملايين كتير من المتابعين. عايزه اقول لكم كمان انه امبارح بالليل كان في قرار باخلاء سبيل احمد وزينب بكفاله 40,000 جنيه. يمكن ده دي اخر المستجدات اللي حصلت في قضيه احمد وزينب.